مساء الخير. اول شيء بعيد كثير المشوار مع هيدا وكله الزقفه ما وقفت ثانيه وبعدهم عم بعيطوا لك باسمك. اهلا وسهلا فيك. وانا سعيده انك معنا الليله. انا برنامج كلمه فصل وان شاء الله الليله بيكون عندي كلمات فصل كثير بكل فصل ان شاء الله رب. بنبدا باول فصل, فصل الصيف. انغام نبدأ أول الفصول, وقبل ما ندخل فعلاً بمواضيعنا يلي بتتقسم على أربع أجزاء من البرنامج, بدي رحب بحضورك بالفرقة الموسيقية بقيادة مايسترو الأستاذ قليل عليا والأساتذة أيضاً اللي شرفونا من مصر. مساء الخير, ونحن سعيدين أنه تنضموا لنا وتكونوا معنا بهالليلة. أنغام, صيفك حر أم حر حالياً؟ لا أكيد حر, الحمد لله أكيد حر. الحمد لله. يعني حرقك أقل من ما حررك الصيف؟ هو أنا عموما مش إنسان صيفي خالص. يعني ما بتحبي فصل الصيف؟ للأسف. أي فصل بتحبي؟ الشتاء طبعا. أوف. ليه؟ عاطفية أكتر بتحسي؟ شو بتكرهي يمكن بالصيف؟ بس أنا لأنه كمان المواليد الشتاء, يعني أنا مواليد شهر يناير. صحيح. فأكيد بحب الشتاء أكتر من الصيف. بس هيدا الصيف بالذات حبيتيه أكتر من الصيفيات اللي مرقت قبل ولا ما قل عليه أكتر؟ أنا ذاكرتي ضعيفة جدا. بأي أمور؟ بكل حاجة يعني. سبحان الله, يعني معرفش, بس عندي حاجات ممكن تقع من ذاكرتي اللي هي ممكن تضايقني. وفي حاجات ما بتمشيش طبعا, بس في حاجات بتعدي وبتقع, ممكن حد يفكرني بيها افتكر يعني الاقي نفسي مش فاكره حاجه. يعني من الحدوته اللي ممكن تكون ضايقتني. صيف شتاء بقى خريف كله بيقع, كله بيقع. على محبتك للشتاء ان شاء الله تضلي تحبي الشتاء من بعد حلقه الليله ان شاء الله. اكيد متوقعه بالشتاء يكون عاصف معك او يكون خير اكثر؟ خير طبعا طبعا. جدا. نحن طبعا حاليا مثل كتار من البلدان يعني عم نتبع التوقيت الصيفي. يعني منزيد الساعة ساعة. أي موعد بتحبي أنه تسرعي ساعتك وتقدميها ساعة حتى توصلي أسرع عليه؟ أوصل أسرع؟ مش عارفة, بس ممكن في أوقات بكون مخنوقة, يمكن أبقى عايزة مكان أكون مش حباه مثلا, أبقى عايزة أمشي منه, ببقى عايزة فعلا الوقت يعدي. أخذتي تسريع الساعة لتهربي من مطرح ما بتحبيه, بس إذا بدك تسرعي الساعة لتكوني بمطرح بتحبيه أو مع شخص بتحبيه, بتحبي تكوني موجودة معه؟ يعني عمر وعبد الرحمن دول أكتر اثنين في حياتي أحب أبقى معهم دول. عمر وعبد الرحمن ولادك الله يخلي لك إياهم, نحن بنحييهم كمان طبعا. طيب لو قلنا أنه بدك تأخري الساعة لحتى ما يوصل هالموعد وما تضطري تواجهي, بتأخري ساعتك ليبعد شوي أو توقفي الزمن يمكن حتى؟ لا أنا بواجه. وما عندك مشكلة بأي موقف ممكن تواجهي؟ أكيد بيبقى عندي مشكلة, بس يعني أكيد أكيد بتواجهني مشاكل, بس إنه مش لدرجة إني ما واجهش. لا متعودة إني أواجه, لأنه تعطيل الشيء مش هيحله. يعني إنك تعطلي موقف أو توقفيه أو تجمديه مش هيحله. المواجهة بتحل. أنغام, الصيف وحرارته برتي شوي بطلتك وبحيوية أغانيك اللي سمعناهن كمان ببداية هالفصل اللي منفتتح دايما بمدلي إذا فينا نقول لبعض الأغنيات اللي بيختارها ضيف الحلقة واللي بتكون بتحاكي الناس, بتحاكي المسرح المهرجانات, وهو عزة بالصيف بيكون فصل الصيف للناس. والناس عندهم أسئلة حاضرة إنك تجاوبيهم على كل شيء ممكن يسألوه. حاضرة. يلا الكلمة للناس ومنبدأ مع كل سؤال بدنا منك جواب. مساء الخير, انا بحبك يا انغام, بحبك قوي قوي, وانا اتمنى ان انا اسمع منك اغاني الاطفال جديده يا حياتي. هتغني للاطفال؟ مش عارفه, انا يعني عندي مشكله في حكايه اغاني الاطفال دي. ليه؟ انا يعني عقليه الاطفال دي عقليه تحترم جدا, هم خيالهم اوسع كتير مننا. احنا كل ما بنكبر كل ما بنبقى واقعيين اكتر, فاسهل التعاطي معانا يعني. انما هم مش سهلين, هم عندهم خيال. وطبعا دلوقتي جيلهم عنده يعني
عنده حاجات كتير، حتى شكل اللعب اختلف. يعني احنا كنا بنلعب بحاجات وبنفرح بحاجات، هم بيفرحوا بحاجات اكبر كتير، مخهم اوسع يعني. في دنيا تانية يعني. مش عارفة ايه اللي ممكن الواحد يغني لهم. يعني شو بتغني لعبد الرحمن وعمر مثلا لما بدي تنيميهم، اما لما بتغني هم بيسمعوا اغاني الكبار مش بيسمعوا اغاني اطفال. ما فيش اغاني اطفال مبدئيا يعني. وبضطر اغني لهم اللي هم بيحبوه او اسمعهم اللي هم بيحبوه. زي ايه؟ شي اغنيه على فكره بيحبوا كل الناس يعني. مش انه بيسمعوني مثلا انا ولا حاجه، لا يعني لو اضطريت اغني لهم بغني لهم حاجات بيحبوها حتى لو الغير يعني. يعني لا كتير يعني، مش فاكره حاجه، بس ممكن اقعد ادندن انا وعبد الرحمن حاجه مثلا. عبد الرحمن شويه مهتم بالمزيكا اكتر من عمر، فنان. عمر رياضي شويه. عمر هو الكبير وعبد الرحمن هو الاصغر. بالظبط. يعني منيح، نجم، نجم رياضي ونجم بالغناء بعدين يا رب ان شاء الله. حيطلع لمين؟ حيطلع يعني. راح نشوف سؤال تاني. مساء الخير، ازيك يا نغام؟ انا عايز اسالك سؤال، يعني حضرتك بتحب كره القدم ولا لا؟ يا ريت تكوني اهلاويه ولا زملكاويه، ولو ما بتحبهاش يعني ايه اللعبه اللي تفضلي تلعبيها؟ بس شكرا. اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه جدا. اوف والله قالت دغري. في ناس زعلانه ولا حاجه؟ في كتير من الجمهور اهلاويه. واحد بس اللي رفع ايده اهلاوي ده. الموسيقيين الاساتذه معي كلهم اهلاويه؟ ما في حدا زملكاوي؟ ما لهمش غير في المزيكا غالبا. زملكاوي. طيب طب يعني تمام، بحب الزمالك يعني طبعا اكيد. بس اهلاويه مش شيء يعني من الفرقه. لا 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 الاستاذ لا لا هو لابس ابيض كمان. ما بتخافي تخسري جمهور الزمالك؟ لا لا، لانه نحن عندنا شوي يعني. نوال زغبي كانت معنا ضيفه وما قالت مع مين بالباسكتبول، لانه حست انه الموضوع يعني ممكن يخسرها جمهور. فكرت صح برايك ولا الواحد لازم يقول رايه لو طبعاً خسر الناس؟ يعني كل واحد شايف ناسه اكتر يعني. حاسس بيهم هم بيفكروا ازاي. انا لانه الاهلي والزمالك عندنا في مصر حاجه كبيره. صح جدا. صحيح. يعني مش حاجه في تاريخنا، في حياتنا احنا بنتربى. يمكن البيوت اللي بتتحكم شويه في الحكايه. يعني انا طلعت لقيت بيتنا كله اهلاويه، الزملكاويه فيه قليلين، فانتميت للاهلي غصب عني بدون ما اشعر. ومع الوقت وارتبطت بنجوم الاهلي، ويمكن النجوم بتوع زمان شويه انا يعني كمان كنت متربيه على وجودهم، الخطيب والناس دي يعني ناس كبيرة دي. طبعا دلوقتي بحب ابو تريكا مثلا، بموت فيه طبعا زي كل الناس. واعتقد الزملكاويه بيحبوه يعني. صعب تلاقي حد في مصر ما بيحبش محمد ابو تريكا مثلا. كل الناس بتحبه من حقيقة طبعا. النجوم. في لعبه تانية بتحبيها ولا بس الفوتبول عاده؟ لا انا غالبا بحب التنس طبعا. في واحد احمد رجب مفضل عندي. احمد رجب صديقي العزيز، يعني من الناس اللي بتحب التنس زي دماغه كلها. لا انا ما بعرفش العب تنس. كان بس هاوي كنت اتمنى يعني. العب تنس. بس بنحب التنس جدا.